أهلا بيكم في أحلم أكاديمي، معكم لاتينو. درس جديد من شرح بروتولز بالعربي. المرة الأخيرة كنا عملنا إمبورت للتراكات بس ما سمعناش حاجة منها. تعالوا نسمع جزء من السيشن بتاعنا. نفترض ان احنا خلصنا شغل وعايزين نعمل اكسبورت للشغل دوت بحيث ان هو يطلع صح ونسمعه على الجهاز زي ما كنا سامعينه جوه البرو تولز. كل اللي هنعمله ان احنا هنيجي على الجزء اللي محتاجين نخرجه. ممكن نكون مش عايزين نخرج الاغنيه كلها، عايزين نخرج جزء معين، فهنعلم على الجزء اللي عايزين نخرجه. من فايل هندوس باونس تو ديسك او الشورت كات اللي مكتوب جنبها كنترول الت زائد بي، هتظهر لنا القائمه ديت. في غلطه ناس كتير بتغلط فيها ان هي مش بتعمل تشيك السيشن واخد الصوت منين. لازم تتأكد ان هو قاري من الاوتبوت اللي انت شغال عليها. انا شغال على اوتبوت اسبيدف، فلازم ياخد من اسبيدف عشان خاطر لما اجي اسمع الفايل الاقي فيه صوت. وكل تعاملنا في الشغل البروفيشنال بنتعامل بالويف، مفيش MP3. الفورمات لو سبناها مالتي مونو ودوسنا باونس ايه اللي هيحصل؟ كان في بروتولز 10 لما بتدوس باونس بتسمع الحاجة اللي انت بتخرجها بزمنها، يعني لو بتخرج أغنية مدتها 3 دقايق هتقعد تسمع الثلاث دقايق. بس من أول بروتولز 12 لغوا الموضوع دوت وعملوا حاجة اسمها باونس أوفلاين. فكلمة أوفلاين ديت لو شلناها هنسمع الجزء اللي احنا معلمين عليه هو بيخرج، فالأحسن إن احنا نسيبه عشان خاطر نكسب وقت. لو خرجنا على الوضع الحالي ودوسنا باونس ورحنا على السيشن بتاعنا هنلاقي إيه اللي حصل، إن هو جايب لنا اسم السيشن اللي احنا كنا عاملينه، بس الأغنية اللي ادالنا على فايلين مش فايل واحد، فايل فيه الليفت وفايل فيه الرايت. عشان خاطر تحل المشكلة ديت كان لازم من الأول لما تيجي تعمل إكسبورت عندك تيجي على فورمات تختار انترليفت. بعد ما بتعمل فورمات انترليفت وتعمل باونس تيجي بعد كده تلاقي الأغنية بتاعتك موجودة في فايل واحد. حتى لو بصيت على المساحة هتلاقي مساحة الفايل دوت قد مجموع المساحتين دولت. لو دوست دابل كليك تسمع الأغنية بتاعتك صح. لكن لو جيت تسمع ديت هتلاقي فيه انفورميشن كتير ناقصة وهتلاقي الصوت جاي من المنتصف بس. ديت الطريقة الصحيحة لان انت تخرج الشغل بتاعك من برو تولز. اتمنى لو الحلقة عجبتكم واستفدتوا منها حاجة ياريت تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة. سلام.